مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. مشاهدين الكرام، الإسلام اعتنى بالصداقة وذلك لأثرها في توجيه النفس والعقل، وأيضا لنتائجها التي تقود إلى تقدم المجتمع أو تأخره في ذات الوقت. فالصديق الصالح هو الذي يقود صديقه إلى النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة، بالعكس من الصديق صديق السوء الذي يقود إلى الهلاك. نحن نعتبر أن الصداقة كنز من الكنوز التي حبان الله بها في هذه الدنيا حتى نعيش في سلام وأمان، وحتى تكون المصالح المشتركة وتقاطعاتها متواصلة بين الناس. فالصداقة هي واحدة من الكنوز المهمة جدا يا شيخنا في هذا اللقاء، نحاول نتحدث عنها بشيء من التفصيل. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك، وجليس السوء كنافخ الكير. الحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحة طيبة، نافخ الكير إما أن تحرق ثيابك وإما أن تجد ريحة منتنة. رواه البخاري ومسلم بيدما عن الحديث أنه نفخ حمل المسك بحمل العطور، شال العطور. شال العطور ده شبه بالجليس الصالح، الصديق الصالح. حامل المسك ده الجليس الصالح بتسمع منه موعظة، تسمع أنه يذكرك بالطاعة بعبادة الله، يذكرك بالجنة، يذكرك بأن تستفيد منه. أما جليس السوء زي نفخ الكير، نفخ الكير الحداد لما يولع خط الفحم عشان لحم فحم يولع بسرعة، وخط الحديد جواه في منفخ اسمه الكير ينفخ يلهب. لا، نفخ الكير ده لو قعدت يوم يا طار الشرارة قدت لك جلابيتك، يا اللي قلت لك ريحة كان في حشرة في الفحم ده طلعت ريحة كعب. شوف التشبيه ده، شبه لنا الجليس الصالح بحمل الوسك، والجلسة السوء بحامل ونافخ الكير. يعني ده فرق بين اثنين. عشان كده الزول يحرص على ان يكون عنده جليس يكون صالح، يصادق الزول الصالح، والزول الصالح ده يذكرك حتى لو ما تكلم، انت لما تشوف تتذكر طاعة الله. ايوه، لذلك ده المطلوب. وبعدك ده تنفع الزول يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك العلماء في تفسير الآية قالوا كل صداقة تنقلب يوم القيامة إلا إلى عداوة، إلا ما كانت لله. سبحان الله. أي صداقة تنقلب عداوة يوم القيامة، يسب لي أنت السبب، ضليتني عن الطريق، أنت اللي خليتني كده، أنت سويت كده، ويدعوا بعض إلا ما كانت لله. كانت لله دائما في الدنيا وتدوم في الدار الآخرة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم يعني بعض إلا المتقين، إلا يعني دل الأخلاء. طيب يا شيخنا، في مصالح دنيوية بتربط الناس مرات وبتنشأ على أثرها علاقات صداقة، هل هذا فيه مانع؟ لما في بس الصلاة تكون لله، تختار الزول أن بيذكرك بالله، بيذكرك بالطاعة، يذكرك بالجنة، يذكرك بالنار، يذكرك بالأخلاق الحميدة، يذكرك بسيرة النبي، بسيرة الرسول، الصحابة، بالقرآن، ذا هو الله. لكن الجليس اللي بيجيب لك سيرة الناس، فلان مجرم، فلان عمل، فلان سوى، فلان سوى، فلان عمل، فلان كده، ده جليس السوء. يعني معناته تسمع منه، لأن بيسمع القطيعة شريك للسامع. يقول لك الراضي بالمعصية كالفاعل لها. الراضي بالمعصية كالفاعل لها. هاي يحكي لك قصة، فلان ده مرتشي، فلان ده عمل كده، فلان ده سكير، فلان ده عبير عبيد وضرب فلان، ناس فلان ودوه وقبضوه ودوه السجن ودوه كده، وده كله انت القصة يجيب لك ربك سمحة كده استمع لي. أما يجي شريك معه في الزني، سبحان هذا جليس السوء. أما جليس الحسن هو يذكرك بالقرآن، يذكرك بالمواعظ، يذكرك بالجنة بالنار، بتستفيد منه. هاي مثل الجليس الصالح كحامل الملح مسك، إما أن تبتاع منه إما أن تجد ريحة طيبة. أما حامل الكير إما أن تحرق ثيابك، إما أن تجد ريحة خبيثة. طبعا الصداقة دي هي في يدنا في النهاية. ممكن يختار صديقه ممكن، لكن لو يختار أخوه أو والدته كده، كيف الإنسان يبدأ عشان ينقي
من الناس أصدقاء صالحين. أيوة. لما بديت مثلا جارك أو صاحبك زميلك في العمل أو جارك أو كذا لقيته زول بيذكرك كلامه طيب، ما بيجيب سيرة زول بالبطال، ولا بيختفوا زول، ولا بيدعي زول، ولا يجيب سيرة زول بالبطال، ولا بيسخط على قضاء الله وقدره ولا كده. ده يهود الصديق اللي تختاره يذكرك. لكن لما تفي زول بس جلست معاك يجيب لك سلف ناس فلان وناس علان وسووا كده وسووا كده وعمل كده عمل كده، يملأ لك راسك وما انت تقدر تقوم منه، ومرات ما في مكان ما تقدر تقوم منه، هتقول له اسكت. قدرت تنصحه انصحه. طيب اغلب الناس اللي بيختاروا الاصدقاء هم فئه الشباب، اكثر أيوة ناس بس علاقات مع الشباب بعض. صحيح. أي. طيب نحن الاسره شريك في هذه المساله، كيف الاسره ممكن توجه اساسيه ابنها؟ دي الاسره الزول اللبو اللم تشوف ولدها ده ولاده ديل بيصحبوا منه. اللي بيصحبون دول ما شاء الله ولاد ابوات مؤدبين واخلاق حميده وناس واصل للارحام، ناس طيبين، ناس مصلين، بيمشي الجامع. ديل خلاص يخلي ولاده يصادقون. اما ذلك الولاد ديل بتاع كده لا بيمشي الجامع يصلي ولا شيء، وحايمين في الشوارع ساكت ومخنفسين وعاملين شعرهم كده وبتاع وما بيلعب لا صلاه ولا شيء، ذول انا اولاده ما يصاحبه، لان ذول قد يجر يمشي لمعاصي ثاني، مخدرات، خمره، حاجات زي كده. نبهتنا لجزئيه مهمه جدا، انه الشباب الان في مظاهرهم الشعر يعني. ايوه ودي بقت ملاحظه في الفتره الاخيره في الشوارع العامه، انه ظهرت علاقات مختلفة يعني ما كانت عودنا عليها في الشارع العام، والأهل كانوا ذاتهم بيضبطوا الأولاد الشباب. صحيح. الآن هؤلاء الشباب أصبحوا حياتهم مختلفة و ربوا شعر طويل خالص خالص وجنب البجيدة المحلوقة وديك الدسم القزعة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. نهى عن القزع. والمفسر قال شنو القزع؟ معناته حلق بعض الرأس وترك بعضه، يحلي جزء يخلي جزء. اي ده الحلاقه الصحيحه، يا تحلق وصلعه. نمره واحد، لا تحلق بطريقه هندسيه زي زمان كده الشباب يحلي كده طريقه هندسيه كده مواسة سمح كده ده سمح. لكن لسه تلقاه لي بيجاي والباقي كتب فيه، ويمكن ما بيغسل ذاته ويمكن ذاته ما بيغسل من الجناب، تلقى لي انه معشش كده وشكله هنا. اي ده تشبيه بالشيطان، لان الشيطان دائما شكله كده، شكله مخيف كده ومعشش. يعني اللي بيربي شعره كما قلت الحديث عن شكله زي شكل الشيطان. طيب نمشي للصداقه بين الاب والابن، او الابن او الابنه مع الام. أيوة. هل هناك فعلا في صداقه بين طبعاً الاثنين؟ دي اهم حاجه يعني، اللي بيقعد يتونس مع اولاده يا سلم من الاساس، من المرحله 6 سنة وانت ماشي يعود يتونس معاهم، يسالون قريت شنو سويت وكيف، واقرا لي وانت اقرا لي، ويسالوا الفريضه الوضوء الصلاه كيف وكيف، ويتونس معاهم حصه كل يوم يدون حصه ونس معاهم. اي شب علي كده يبون صديق لابوه يسمعوا كلامه ويحترمه ويدعو لي بكرم الاخلاق، يسكن لهم قصص من قصص الصحابه واخلاق ومعاملات وهكذا، يسكن لهم قصه بر الوالدين وكذا. يعني دي بنسميها برضه صداقه بين الاب والابن. صداقه بين الاب والام، وكذلك البنات وامهم. ولا بد كمان نكون قدوه حسنه للاولاد. نعم. لا لا دي مهمه جدا. زمان حبوبتنا كان يقول ان جافيت لا توري جناك، ان حننت اوري جناك. كيف دي؟ ده كلام حبوبات لكن كلام فيه حكمه. أيوة. يعني معناته الاب والام سويت لكم شيء تنشين ما تخلوا ولادكم يشوفوا، سويت لكم شيء تنسمع خلوني يشوفوكم عشان يقتدوا بيكم. اي يبقى نحن اذا كان مثلا الابو والام من الوطن تصبح يقطعوا فلان عمل وفلان سوى، فلان طلقوها، فلان قد سوت، فلان عمل، فلان دق، وفلان سوى، كله في قطيعه فوق الناس. البلاد برضه حيشبوا كده، من شب على شيء شاب عليه. نعم. لكن الابو والام من الصباح يصحي من النوم يصلوا الصبح حاضر، الابو مسك مصحف ويقرا، الام قاعده في مصليتها تدعو وتسبح وقامت تسوي شاي. ده الولاد برضه بيتأثر. حتى الطفل الصغير لسه عمره يا دوبك سنه تلقاه يقتدي بامه، يوقف في مصلاه يصلي معاها وهكذا. ده كل تدريب. طيب فريق العمر بين الاصدقاء بيأثر؟ اي طبعا هي الفريق الكبير يعني بيأثر، يعني لانه يعني شاب صاحب الناس كبار في السن، دي العلم نسيتهم براءه وده ونست براءه، بعدها قد يقولوا كلام يحرج وما يقدر يرد عليهم. لكن اذا كان الاصدقاء في مستوى واحد ده يغلي ده وده يصحح ده. ايوه هاي. طيب كده ناخذ معنا اول مكالمه في هذه الحلقه. مرحب. الو مرحب. السلام عليكم، معك ابو خالد. مرحب ابو خالد.
خالد. نعم تفضل يا ابو خالد. احييك واحيي الشيخ ان شاء الله على قناتك الجميله. الله يبارك فيك يا ابو خالد تفضل. اديك الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال واحد بس للشيخ. نعم. بالنسبه عندنا الوالده في البيت بعد توفى اخونا حرمت الجبنه والشاي. توفي اخوكم ولا شنو؟ عندنا الوالده في البيت. الوالده؟ حرمت الوالده في البيت الوالده. الوالده؟ ايوه حرمت الجبنه والشاي وتوفى المرحوم اخوي يعني. حرمتها ليه يعني؟ والله عشان اخوي توفى الشاي توفى اخوي وجبنا الجبنه والشاي. كويس. سبحان الله. جدا جدا خلاص تسمع الإجابة. قال عندهم أخوهم توفى والأم حزنت حزن شديد لدرجة أنها قالت حرمت عليها الجبنة والشاي. ده حلال يعني. دي أشياء حلال يعني ما فيها. ده حلال يعني معناته تعارضت حكم الله. قال تعالى لما هنا عندها بخطف النبي عليه الصلاة والسلام كان حرم العسل في مشكلة كده يعني لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. زول لو حرم على نفسه شيء يبقى يستغفر ويتوب يرجع يعمل الشيء ده ويكفر عن يمينه يطع مثلا هي حلفت أو عزمت قالت أنا الشاي حرمان عليه جبل تاني ما بشربه. في الحالة دي والحي مطلوب منها ثلاثة حيات. نمرة واحد تستغفر لأنه حرمت حاجة ربنا محللها ليه والبيحرم هو الله البيحلل هو الله اتدخلت في شرع الله حرمت حاجة ربنا محللها تستغفر. نمرة واحد. نمرة اثنين تطعم لها 10 مساكين. نمرة ثلاثة ترجع تشرب الجبن والشاي. عملت كده خلاص نجت من الوعيد. الله أصرد على كده من قام الحساب شديد لأن شرعت. معليش لو كان الشاي بيضرها نقول لكن هذا معليش هي ما ذكر السبب. سبب قال إن حزنان علي موت أخوه وولدك ده أعفي منه وادعو له أنت ذاتك بعد شوية حتلحقيه أدعي له وأعفي منه ديل بينفع الميت لكن تحرم حاجة أو يستفيد منه ولدك يستفيد بيه شنو؟ ولدك يستفيد بأنك تعفي منه عفيت منك من حملي من شطري ولا من شطري زي ما حبيبتني يقول يعني. وبعدين تدعي ليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه تدعي ليه تصدق ليه ده اللي بينفعه وما تحزني ما تحد عليه لأن الحزن ما كويس يعني. الشرع حدد 3 يوم بس للحداد. لا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. طيب إحنا نرجع لموضوع الصداقة ده ومسألة اختيار الآباء أصدقاء أولادهم دي مسألة مهمة جدا بتحتاج لكن يا شيخ لبحث شديد. أي صح. لأن حقيقة الأولاد مش في المدارس ومش في الجامعات. وأنت ما بتكون عندك تفاصيل. من الصغر من الزول الصغير يعني الأطفال الصغار. وأهم حاجة إنه الزول عشان أولاده بنات شب على طاعة الله مستقيمين. من الطفل عمره 6 سنة اللي أبو يعلمه لما يطلع يقول لولد لما تدخل الحمام تلملم هدومك البول ما يجي عليه ملابسك لأن البول ده نجس وتلملم هدومك بعد البول ما ينقطع تقوم تستبر تستنجى. يعلمه ده الحاجات ده طفل صغير بيفهم الكلام ده ولا بيخيل ولا شيء لأنه أبو يشرح ليه. كذلك برضه نعلم الوضوء من 6 سنة نعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا صبيانكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. في الحالة دي من 6 سنة ندربه ما نعصر عليه شديد ندربه على كيف الطهارة كيف الوضوء ويتوضى تعالى عيلين بتوضى كيف تتوضى زي ما نتوضى يلا اتوضى وريني وضوك كيف ندرب نصح عليه انت عملت كده لا الصح كده ندرب مرات شوي شوي نعصر عليه شديد ندرب على الوضع يتأصل فيه الطهارة والوضوء هم حاجة هم حاجة. ولما زول يتأصل فيه الحاجة يشيب عليها يعني لسه تلقى في زول عمره 60 سنة ينقض الصلاة نجد. السبب شنو نعود نفسه من نفسه غير ينقضها هاي فكل زي ما مشبع على شيء شاب عليه وزول لما يتعود عليه حاجة تاني من الصعوبة يتخلص منها يعني لسه مثلا في نظر من أمثلة تلقى مثلا بعد صلاة العشاء من الناس يقوم يصلي الشفع علو تربية سرعة
نقوم نذكره اخواننا الصلاه كده لها طمانينه والاعتدال من مركان الصلاه وحقيقه الصلاه. الزول يطمئن راكع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثه سيد سبحان ربي العلي يطمئن في صلاته. وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءه فيها. شرحنا الكلام ده ثاني يوم ترجع زور رجع ثاني خلفي زي ما كان تعود خلاص عشان كده التأصيل تأصيل الحش الصحيح مهم في حالة الصغر. نعم نعم. طيب معنا مكالمة من محمد الطيب من الشمالية. مرحبا يا محمد. محمد الطيب كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كيف إن شاء الله تمام؟ أحيي الشيخ محمد أحمد. نعم تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤال يا أخي. أنا بجي أصلي في خلوة كده أول ما أصلي قوم أسلم الناس أقول لي شغل أنا طبعا شغال في ناس دارين توعي الناس بالله بالحتة دي بس الشيخ محمد أحمد. يا محمد كده أدينا سؤال واحدة واحدة كده عشان نفهم الكلام اللي قلته. أنا بصلي في خلوة. أيوة الخلوة دي أول ما أسلم الناس بيجي يقول لي الشغل وما الشغل أقول لهم ده وقت الصلاة وشنو شنو. أنت شغال يعني أنت عندك دكان ولا شنو؟ أعمال حرة. أعمال حرة شغال. أعمال حرة الناس بيطلبوك يعني أثناء وقت الصلاة؟ بس وقت الصلاة بس تسلم كده يقطع وانا قبل ما تسبح وقبل ما تسجد. بعد ما تخلص الصلاة ولا قبل ما تخلص؟ بعد ما تخلص الصلاة. أها وأنت بعد التخلص عندك أوراد بتعملها ولا شنو؟ أيوة لا لا ما أنا بسبح وأول ما أسبح بيجي طوالب يقول لي الشغل ما الشغل. طيب أها المشكلة وين؟ وداك تو إقدار أخلي الشيخ محمد يوعي الناس في الحتة دي إنه ما وقت الصلاة دي الصلاة براء والشغل براء. يعني انت ما تصلي يقول له قوم افتح الدكان الدين للغرض الفلاني. هاي هو شغال اعمال حره ما عارفه سباك ولا نقاش ولا بنا لكن قال هو بيمشي وقت الصلاه واول ما يسلم الاقي هو منتظرينه راح ياخذ وما راح اشتغل لنا شغل الفلاني اذا كان ميكانيكي او كده. طبعا هم ذاتهم صح نقول لهم يا جماعه انتم سلمتوا من الصلاه قول الباقيات الصالحات دون فرصه 3-4 دقائق نعم الباقيات الصالحات نمشي معاكم انتم سبح خلونا كمان نسبح كده ذات نصحن ونصح نفسه يسبع ويمشي لكن ما يهرج معاونه ليه لكن دي ملاحظه يا شيخنا فعلا كثير من الناس الامام سلم بس هو طوال يقوم ويمشي اي لا المساله دي المساله طبعا من السنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يسلم من الصلاه طوالي يستغفر 3 مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعدك يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام. بعد كده عملت السنة ذول قرأت الكرسي مرة واحدة بعد سبح التسبيح سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 الجملة 99 يتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نمرة 3 يصلي على النبي ويرفع يدينه يتضرع إلى الله تعالى يسأل لنفسه ولولداته ولأهله وكده يدعو بعدها يقوم يمشي لشغل ده السنة دي ما نفرطها كلها بتاخذ لها 5 دقائق 6 دقائق. نعم والدعاء بعد الصلاة من الأوقات اللي فيها يستجاب الدعاء الدعاء صح دبر الصلوات والناس ده خير كثير مرات بيفوتوه بالعجلة اللي العجلة من شيطان اللي يلعن بس ما يسلم يصلي يقوم فوت يقوم ماشي هاي لا ان شاء الله تكون وضحت لك يا اخونا محمد طيب من الشماليه وزي ما قال لك الشيخ انصح الناس يقولوا يا جماعه ادونا 5 دقائق بعد بعد الصلاه ان شاء الله جزاك الله خير يا شيخنا. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو الصداقه. حقيقه في صداقات بتقوم بين الاسر يعني اسره كامله تلقاهم صادقه اسره كامله وفي علاقات سمحه بيناتهم لدرجه انه تصل انه النسب والمصاهره يعني الى اي درجه يمكن نقول انه الان الاسر السودانيه بتتمتع بهذه الحده فعلا المشهورين يعني بالصداقه والجيران مع بعض متواصلين متلاعبين كثير يعني دي ميزه كثير عند السودانيين الناس اللي عاشوا في بلاد برا يقول لك الزول شقته فاتحه في شقتك لا كان لك لا بتعرفه لا يعرفه لا يدخل بيتك لا يدخل بيتك خالص سلام يمكن انت تجي داخل ويفتح في بابه مارك ويدك السلام يا مدك السلام لكن احنا هنا جيراننا ما شاء الله يعني متعاملين كام جار متواصلين متحابين وكذا دي مهمه جدا وحتى خاصه في المناطق اللي هي المناطق الشعبيه تلقى الروابط اكثر من الناس اصحاب العمارات العمارات طبعا كده عشان العماره في ناس فيها لكن الثانيين مواصلين كويسين تعارفوا في الجامع تعارفوا في الاسر يتواصل في الفرح والفرح والسراء والضراء كله هذه مهمه يعني والرسول عليه الصلاه والسلام
زي ما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيوه. وشوف لما تنشأ العلاقات بتاع الجيرة وتاع الصداقة بيكون الأجر يعني عظيم فعلا. أي. يعني ما جيرة بس فعلا. والرسول قال لي عائشة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو الكوارع بتاع الشاه. آه سبحان الله. طيب ناخد معنا هاتف من حلفة. مرحبا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا منو من حلفة؟ عبد المنعم أحمد. يا مرحبا يا عبد المنعم. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. الحمد لله. تفضل. جزاك الله خير والشيخ الجليل كمان. الله يفتح عليك يا أخي. تفضل. عندي سؤالين إن شاء الله. نعم تفضل. السؤال الأول يعني داير الشيخ يتحدث لنا عن الرشاوي لأنه الحديث يقول لعن الله الراش والمرتشي والرايش. وأكثر حاجة انتشرت في الآونة الأخيرة دي في 30 سنة الأخيرة دي الرشاوي. أيوة. في أي محل في الجوازات في الجمارك في الضرائب في المستشفيات انتشرت بطريقة بقت كأنه بقت حاجة عادية الناس استساغوها يعني. بقت حاجة عادية. نعم. السؤال الثاني. دائما يشرح لنا الحديث ده ويدي نصيحة للمسلمين كلهم إنه المؤسسات كلها بعدها تلغي حاجة اسمها رشاوي. والناس طيب. انتبهوا للحتة دي. السؤال الثاني. الحديث الثاني الحديث اللي بيقول هدايا العمال غلول. ايوه هدايا العمال 90% وغالبية الناس شغالين عمال عند الحكومة كان ضرائب كلهم ديل بيجيهم هدايا اثناء خدمتهم. نعم. بيجيهم حاجة ظرف بتاع قروش بيجيهم. نعم. حروف حماية بيجيهم اي حاجة وبيقبلوا مقابل خدمة يعني ينتظرها منه بعد كم شهر كم سنة يديها له. نعم. الحتة دي حاجة خطرة وغالبا انتشرت بطريقة كثيرة. نعم. شكرا يا عبد المنعم. الحديث ده يدي نصيحة للمسلمين. نعم اشكرك يا عبد المنعم. طبعا يمكن يكون لو كنت بتتابع في حلقاتنا عندنا حلقة كاملة كنا خصصناها للموضوع ده لكن لا بأس يا شيخ لأنه نحن نذكر بأهمية الموضوع لأنه هو ملاحظة مهمة جدا من أخونا عبد المنعم. هو المطلوب من أي موظف في شركة في الحكومة لما يتعين بيتعين بشروط عقد عمل. نسمي الطرف الأول المصلحة مندوب المصلحة الطرف الثاني الموظف ويتم العقد بين الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول بيقول نحن نشتري شهاداتك ونشتري زمنك من الساعة كده لكده زمن ده حقنا تأدي لنا العمل الفلاني مقابل كده نديك مرتب كده زايد كده زايد كده يدي امتيازاته. يبقى وقع عقد ملزم ربنا أمرنا بالوفاء بالعقود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والموظف ده أو العامل ده بياخد مرتب وانت قبلته نحن معينك في الوظيفة الفلانية بالمرتب مقداره كده وقبلته يبقى خلاص بعد كده ممنوع انه ياخد اي في اثناء في فترة ساعة العمل ياخد اي قرش من اي زول تاني. هذه يسمى هدايا العمال. والعمال يعني اللي هم الموظفين والعامل اللي هو بس تشيل الرئيس العام امير المؤمنين بعد تحت دي الكل انه الولاد المعتمدين المدراء العام دي الكل كله نسمون عمال. اي صاحب مسؤولية. اي صاحب مسؤولية اسمه عامل. يبقى هنا ده هدار في الشرع يقول لك تحريم هدايا العمال. واورد الآية قال تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والآية دي سبب نزوله في لما لموا الغنائم فقدوا شملة عباية وكده. المنافقين طلعوا شاع قالوا الشملة دي يمكن شايل النبي عليه الصلاة والسلام. شايل طبعا الشيء من الغنيم قبل توزيع ممنوع. أي قالوا الغنائم دي اختفت وكان شايل النبي. نزلت الآية قال تعالى وما كان لنبي أن يغل يعني لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح من نبي من الأنبياء أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل التوزيع. بعدين كان ده ومن يغلل يأتي بما قل يوم الغيام البيشي اللي حي خفية من المال العام يشيل يوم الغيام. دي المشكلة. نعم. والغلول قال هو أخذ الشيء خفية من المال العام. أخذ الشيء خفية من المال العام خفية يا بطريق الرشوة بطريق اختلاس بطريق أي حاجة يأخذ شيء من المال العام بدون وجه حقي يشيل يوم الغيام يتفضح يوم القيامة ويتخصم من الحسنات. نعم. دي ولذلك إنه يعني نصيحة إن نقول اللي كل الموظفين وفي بعض الموظفين والعمال يحتج بأن المرتب بيه ضعيف وعلى المغيب معيشة وكده. أولا حاجة ننصح ناس الحكومة يعني أنت عارفين السوق ارتفع شديد وأكثر ناس متضررين من الغلدة أن الموظفين والعمال أصحاب المرتبات. نعم. لأن أي صناعي بيرفع السلعة بتاعته كل يوم يرفع
يرفع. الموظف ده العامل ده مرتبه محدود بيترفع كيف؟ ما بيترفع. انت الحكومه ده انت حارب ولا الرشاوي وتحارب الحاجات دي؟ قد الموظف المرتب اللي يقدر يعيش ويعيش ولاداته ده المطلوب. نعم. برضه لكن دي كمان ما انا تشجيع للناس يقول انا مرتب ما مكفي اخت الاسلام. انت ما دام قبلته في الوظيفه دي بالمرتب ده ولقيت ما بيكفي قدم استقال امشي السوق. سبحان الله. هاي لكن ما تقول مرتب ما يكفيني انا اخذ من جاي جاي لا. طيب نحن طيب دايرين توضيح شويه يا شيخنا. انا بلاحظ كثير من الوفود مثلا اذا تمشي وفود مثلا أيوة. لكسلا لدارفور للشماليه بيكون هم موظفين بيمشوا أيوة. لجهه حكوميه ايوه الجهه الحكوميه دي مرات بتطلع حوافز يعني معناها من العامل للعامل ايوه من مال الحكومه لناس الحكومه لناس الحكومه هل يجوز ذلك يعني؟ احنا طبعا في اي وزاره اي مصلحه عندها اللوائح الاداريه وفنيه ومنشورات ماليه توريك ده يجوز ولا ما بيجوز. هل الهدايا اللي بيديها مثلا زول مشى معتمد في ولايه من الولايات والي وفد من الحكومه من هنا او وفد من كذا قام داون الهدايا هل الحاجات دي موجوده في اللوائح بتاع الحكومه؟ هل يجوز في لائحه تدير تقول انه من حق الوالي يدي هدايا؟ اذا في هو حلال اذا ما في ما بيجوز. لازم نرجع للقوانين بتاع المصلحه اللوائح الاداريه والفنيه والنظم الاداريه هل تبيح الحاجات دي؟ يجوز للوالي ان يدي هدايا للزوار ديل؟ اللائحه بتقول نعم يا خلاص جايز معناها ما فيها مشكله ما فيها مشكله لكن ما بيجوز ما بيجوز. وضحت الحكايه دي. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو مساله الصحبه. نحن بدينا حديثنا عن الصداقات في المدارس وفي الجامعات. ايوه الاولاد بيمشوا وانت ما بتعرف اللي بيحصل شنو، كيف الاب يقدر يتابع ويراقب ايوه ابنه في المدرسه؟ بيراقب يقول له يسال انت وعدت صاحب منو وكذا مع زملائك اسمه منو زميلي كذا كذا ممكن يجيبهم البيت معاه وكذا؟ لا يجيبهم دي ما ندر لكن اساله كذا والولد دي كذا ابوهم منو حاجات كذا يتعرف عليهم ومن كلام الولد اللي تعريفه لاصدقائه اللي يقدر يعرف انه الولد دي ولد اخلاقه سمحه ولا اخلاقه ما سمحه يقدر يميز. نعم. في الحاله دي طبعا المؤسسات ما تقدر تفرض تلميذ على لا لا لا, ما تقدر. لا 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 بس يعني بينها بالصداقه بس. نعم. طيب نرجع لموضوع ثاني مهم جدا له علاقه بقضيه الصداقه دي هو صداقه المسلم بغير المسلم ودي طبعا بتكون كثير في اماكن العمل وبتكون في المدارس وفي الجامعات. اي تبعد الاحترامات لكن يعني نحترم زميلنا في العمل ما نظلمه ما نفتن ما نعمل معامل الحسن لين ده جار والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وبرضه الرسول حلف ثلاث مرات قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه بوائق يعني جار ما بيكون مؤمن كامل الإيمان إلا بعد جيرانه كل مطمئن من جهته من شره بوائق معناته الشر أيوه. لكن أي جيران بيحس إن جاره ده في شراني ولاده من شرانين ما بيكون مؤمن جارته حلف ثلاثة مرات. نعم. عشان كده الجيران دي مهمة جدا زول يعني احترم جيرانه حتى ولو غير مسلمين. جاء في صحيح البخاري أن في غلام يهودي كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده الرسول فقده سأل منه قالوا له عيان الرسول مشي في بيت اليهودي الولد راقد في هنا قاعد جنبه قال له سأل من صحته وكذا بعدين قال له يا غلام ما تسلم الولد داري يسلم كان خايف من ابوه عيل لابوه ابوه قال له طيع ابو القاسم طوالي الولد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الرسول طلع منه ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار أنا قد من النار بالشهادة دي وشوف اليهود ما قال له أدخل في الإسلام ما قال له أسلم قال له طيع أبو القاسم لأن اليهود ما يحترم الإسلام قال له طيع أبو القاسم إلا انتهت الفرصة ما دام الدور ده الفرصة ما أقول له شاور تاني طبعا نطق بالشهادة دي ده بقودنا للمحبة يبقى ده يودينا برضه نحن يعني إخواننا يعني الجارك ما مسلم يعني تعامل معامل حسنة لأن الرسول وصانا به وحذرنا من أذاه يعني ما نقول ده ما مسلم نقوم ناكل حب ونظلم في حب ده. نعم. طيب ناخذ ثاني تليفون. الو مرحب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. منو معنا؟ معك ابو مثاني من الجزيره. ابو مثاني؟ من الجزيره. نعم مرحب بك. السؤال الاول. نعم. صلاه المظلوم في الجنازه كيف يعني؟ لو صلى صلاه في صلاه الجنازه. صلاه المسبوق؟ في الجنازة مسبوق في صلاة الجنازة كيف يتم أيوة. واحد السؤال الثاني
ايوه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الدين عند الله الاسلام. صح معي؟ ايوه. يلا يعني في حريه الاديان شنو؟ ماذا تعني حريه الاديان؟ يعني ربنا قال ايوه الإسلام. حريه الاديان ايوه حريه الاديان ايوه كويس أي. طيب شكرا شكرا يا ابو مثاني بالتوفيق. اسئله فعلا كبيره ايوه وبتحتاج لوقت طويل لكن احنا برضه نجاوب على السؤال الاول اللي هو قال صلاه المسبوق في بذات صلاه الجنازه يعني هاي صلاه المسبوق انت جيت لقيت الناس في اللي ما في صلاه الجنازه صلاه الجنازه من اركانها اربعه اربع تكبيرات النيه واربع تكبيرات والدعاء والسلام الاربع تكبيرات دي انت جيت حصلت الامام لقيته كبر تكبيرتين ما تفضل طوالي تكبر تقيف لغايه ما الامام كبر التكبيره الثالثه انت طوالي بعد الله اكبر التكبيره الرابعه كبر انت وراف الله اكبر الثاني لك الامام سلم انت بعد كده انت قمت تكبر التكبيرات الاثنين فاتنك ديله تكبر التكبيره فالامام سلم تكبر وتدعو ثاني التكبيره ثاني تكبر وتسلم الصلاة صحيح ما تفضل طوالي تكبر تجيب الأغاني ما الإمام يكبر عند أنت لكن ما أظن الناس قاعدين يعملوا الكلام أيوة ده ده صحيح يعني. نعم جزاك الله خير يا أبو مسان على السؤال المهم أيوة. طيب سؤال الثاني قال حرية الأديان هو طبعا طبعا ده كلام سياسي كلام بتاع سياسة وكده حرية الأديان لكن غلط علينا الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ده كلام رب نعلم من به أما الحاجات الثانية دي براه يعني نحن بس قناعتنا انه هو الاسلام هو الدين الاساسي بعد ذاك الاسلام ذاته نظم علاقه الانسان بالناس لكن ما معناش ان احنا نعاد الثاني أيوة. لان ديل يسمون اهل الذمه نعم زول ما مسلم معانا ما ناكل حقه ما نظلم اي شيء حتى الرسول وصى قال الجيران ثلاث جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق جار عنده حق واحد جار ما مسلم دين حق الجوار نحترمه ما ناكل حقه ما نظلمه ما نعتدي عليه مال ما نعتدي عليه عرض هاي ما نقول لزول ده ما مسلم نعتدي عليه لا نحترمه الجار الثاني عنده حقين جار ومسلم عنده حق الجوار وحق الإسلام جار عنده ثلاثة حقوق جار ومسلم وقريب عنده حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار يعني ده خلاص ما جينا لنفس الكلام انه زول حر يعني اي اي حر اي يعني هو حر لكن الاسلام نظم العلاقه مع هؤلاء الناس يعني ما نجي لزول ما مسلم ده نقول انت لم تدخل في الاسلام لا لا يكره في الدين لا يكره في الدين أي أي. ده الكلام المهم الو مرحبا معنا هاتف ثاني الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاذ ابو خالد كيف الحال منو ابو خالد نعم ابو خالد ابو خالد رجعت لنا ثاني انت نعم 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 تفضل يا ابو خالد عندي سؤال ثاني الواحد لو بدا بقدر الشيخ لو واحد وخميس بنت رابط عنده مرض مزمن لا يقدر يصلي فبديش شنو يعني انت يا ابو خالد كلامك سريع شويه عليك الله ممكن تديني السؤال برواقه شويه جداً. نعم لو الواحد مريض في السرير شنو الواحد عيان عيان مريض مريض ايوه مريض في السرير وعنده مرض مزمن عنده شنو عنده مرض رابط في البيت مرض مزمن يعني. مريض ايوه ها بعد شنو اللي بيحصل يعني يعني الصلاه قبل الصلاه بيجي يعني كم شهر كده ما صلى يعني ايوه للصلاه يعني ايوه ايوه صلاة المريض يعني صلاة المريض صلاة المريض نعم اذا كان راقد وما بيقدر يتحرك صح؟ نعم 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 طيب كويس نعم ده سؤال برضه مهم لانه كثير من الناس الان بيرقدوا في المستشفيات كويس كل العلماء قالوا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف طالما عقله موجود مضبح مجرح ما بيقدر يتحرك بس في السرير راقد بس لكن عقله فيه ده الصلاة ما بتسقط منه يصلي بقدر ما يقدر يتيمم اما اذا ما بيقدر يتوضا يتيمم بيقدر يصلي واقف يصلي قاعد راقد عليه قفا راقد يجيب له كده خدت يديني يتيمم وراقد عليه قفا الله اكبر يقرا الفاتحه سمع الله لمن حمد ربه يحرك راسه بسيط ما بيقدر يحرك راسه بعيونه المهم كل العلماء اتفقوا على ان الصلاه صلاه الفريضه ما بتسقط من المكلف طالما عقله موجود بس يبقى في الحاله دي في ناس كثيرين يقول لك مريض ما بيصلي خلي الصلاه وبعدك انت قاعد جنب ابوك في المستشفى
بتهتم بتعليمات الدكتور. ابو كده كل نص ساعه تنادي التمر يضرب الحقنه تدي الحبايه الفلاني تدي الفينا الفلاني بنهتم بهذا، لكن جانب الصلاه ما نهتم به. وغاد ابوي ده يدخل علم لك المواد قبل الدكتور انا بطش ما يدخل عليه. أيوة. انا ما برضى ملك المواد يدخل يعني علي مسؤوليه تقع على دور الممارض نفسه والمريض ذاته. انت تذكر ابو كده بالصلاه اهم شيء، لان ده مرض ابوك ده يكون مرض الموت. والرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بخواتيمها. زول يختم له بخاتمه السعاده اللي قبل يصلي، لكن تارك صلاه بيصلي عمره كله. جابه مريض ترك صلاه ده ما خطر يعني. ولذلك نصيحه للامه الابناء والاولاد اللي قاعدين جنب امهم في المستشفى جنب ابوهم، تحرص كل الحرص تخلي تهتم بتعليمات الدكتور بجانب تعليمات الدكتور، اهتم بتعليمات الصلاه لابوك ده. ما تخليه يخلي الصلاه. هو يقول لك انا فتره ما بقدر اتحنس، ما بقدر اتوضا، نجيب لك هنا تتيمم حجر تتيمم، ما بقدر اقوم لو تصلي قاعد. ممكن نوضيه؟ هاي تساعده في الوضوء تساعده. لا ممكن نوضيه عادي؟ هاي توضيه اذا تساعده يتوضا. لو بتحمل الموت. هاي ما بيتحمل تيمم، تساعده في التيمم، تساعده في الصلاه في القيام وكذا. طيب في ناس بيعملوا لهم القسطره بتاعت البول دي ويكون زهجان غلق زهجان خلاص برضه يصلي قسطره يهدينا يركز القسطره والبول يمشي ويصلي يشيل قسطرته دي كان يقدر يمشي الحمام يشيل خده بجاي استنجي بجاي يجي بجاي يعني ممكن يصلي والقسطره موجوده معي موجوده اي ما صاحب سلس اسمه البول ينقط يصلي زي برضه كذلك في ناس ما بيقدر يمسك البول البول طوال بينقط هاي ده برضو يعني صاحب سلس يصلي كل بس كله يصلي يستمر ويتوضى ويصلي سبحان الله. طيب نحن نرجع لبعض الأسئلة المتعلقة بمسألة المحبة في الصداقة، يعني الناس يعني تجمعوا المرات صداقة ويرحلوا يمشوا بعيد. أيوة. هل المسألة دي أجرها طبعا زي ما في الحديث السبعة قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظل. من السبعة ديل قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله محبة في الله اجتمع على محبة الله. كل ذو بحب التاني بتحب زول ذلي شنو زول طيب بطع الله زول تغي بخاف الله زول كريم زول كذا طيب زول كذا أخلاقه حميدة. أنا بحب لأنه بتأثر به في أخلاقه الحميدة دي. واجتمع حصل الظروف ده اتنقل كان موظف كان هنا اتنقل لبلد تاني خلاص اجتمع على محبة الله وتفرق من محبة الله. يوم القيامة ربنا يظلم تحت ظل عرشه لأنه حب في الله. وبرضه في الحديث القدسي ربنا يوم القيامة نادى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه الناس اللي بيحبوا بعض في الله. بعد هنا الحديث اختصر قال رجلان. طبعا هنا الرجل جرى مجرى الغالب والإنسان بخاطب المرأة ويخاطب الرجل. يبقى بجارتين بيتين مالتين حبين بعض في الله. البزول اللي انت حبيتها مالك بعد تديك قروش ابدا انا حبيتها في الله لان مره طيبه قلوب طيب لسانه طيب توعد قام ما بتذكرك الا بالصلاه وبالعباده والجنه والنار. في مده معينه للصداقه والمحبه في الله دي طالما مجتمع موجودين مع بعض يعني مثلا الناس بتلقاهم تجمعهم ظروف مثلا الحج اي خلاص حبوا قبل في بعض حبوا بعض افترقوا او يوم واحد مثلا ان شاء الله ساعه واحده اي ده يمشي عليهم هذا الحديث يمشي عليهم اي رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه اجتمع على محبه الله وفرغوا لمحبه الله ما فرغوا من الله ما فهمت من الكنوز يا شيخنا الان الناس ما منتبهين له ولا اي اي لا مهم جدا بعدك شوف الثواب العظيم يعني يوم القيامه ربنا ينادي اين المتحابون في جلالي اليوم اظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل الا ظلي يكون الناس واقفين تحت باقي الشمس يوم طويل مقداره 50,000 سنة ديل يكون تحت ظل عرش الله. جزاك الله خير شيخنا الجليل الدكتور محمد احمد حسن على هذه الاجابات. اليوم حلقتنا كانت قصيره جدا لكن اتمنى انه نلتقي بمشاهدينا الكرام في حلقه اخرى من هذا البرنامج الاسبوع القادم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.